هاخد حضراتكم لجزئيه اخرى، ودي انا كنت جزئيه بتكلم فيها في البدايه، هو ليه جمهور النادي الاهلي بيحترم نجم كبير في نادي منافس زي نادي الزمالك اسمه احمد الاحمر؟ ليه بيحترم احمد الاحمر على الرغم دائما من ان احمد الاحمر ده مثلا له دور كبير جدا في هزيمه النادي الاهلي في مباريات عادي، اصل مش دي القضيه كمان. ولكن احترام جمهور النادي الاهلي يدل على وعيه، على وعي جمهور النادي الاهلي ان الراجل ده محترم وبيحترمنا وبالتالي هنحترم. وانت لو سمعت حتى احمد الاحمر هتلاقيه ما بيجيبش سيره الاهلي، ما هو انت احتفل زي ما انت عايز بالظبط، اتبسط. يعني انا مثلا في الحوار اللي اتعمل مع عمرو اديب وشيكابالا مثلا، انا عملت تحليل مضمون بصفتي راجل في الشغلانه، لقيت انه اسم الاهلي اتقال في الحوار اكتر من 500 مره، مع ان الاهلي خارج الموضوع اكتر من الزمالك. لا يعني الاهلي ما هواش طرف حتى في ازمه شيكابالا مع اتحاد الكوره في اليوم اللي هو التكريم ده، ومع ذلك دائما، وده على فكره اللي بيغيظ، ان انت بتقحم الاهلي وتحطه في جمل مفيده في حاجات هو مش فيها اصلا. يعني هسال سؤال برضو كلام الاستاذ عصام والاستاذ سامي والاستاذ محمود، يعني او حالي بايه؟ انه ليه الاهلي ما بيحتفلش، ما بيهتمش؟ لانه ما بيهتمش بالاحتفاليات، لان الطبيعي عند ابناء النادي الاهلي انهم يكسبوا. يعني انت هتحتفل كل سنه مش هتشتغل، يعني الدوري درع الدوري، وجوده في النادي الاهلي بقى اصبح مساله عاديه تقليديه، مش هتاخد الدرع انت. لا مش هو ده يعني، لا مش هتاخد الدرع. انا اتذكر ان انا لما خدت الدرع، انت هتاخد الدرع وتقعد تلف بيه وتصور. لا انا بقول لحضرتك اهو، انا خدت الدرع روحت نمت صحيت تاني يوم عشان عندي ماتش، خلاص انت عندي بقى بطوله تانية. بتعمل ايه كلاعب؟ بتاخد يعني الدرع تحطه في الدولاب بتاع البطولات وتشتغل عشان تحتفظ بيه، ولا ده انت تجبار يا اخويا. لا والله تجبار. لا انا بكلمك يعني عاوز انت الكلام. طب انا عاوز افرح يا اخي. بالظبط، احنا عايزين نفرح جمهور الاهلي، خلي بالك واللاعبين يستحقوا. لا قصده في الاحتفاليه دي، وقصده انه لا جديد انك تفوز بالدرع. انت متعود على ان الدرع، هو مش متعود على الاحساس اللي عندك انه الدرع ده موجود عندك، فانت بتجيبه رمزيه. هي مش الدرع نفسه بس. بس في النقطه دي هو مفيش مشكله ان انا احتفل وارقص وغني ومن فوق ومن واقعد تجيبني انا طرف واعمل كل حاجه، بس ما تدخلنيش انا في الموضوع. ايوه ما تدخلنيش انا كاهلي في الموضوع. هي دي النقطه،